Salam alaikum, bonjour à tous et à tous. Ici, nous sommes au cœur du parc d'exposition Mohamed VI à Al Jadida, à l'occasion du Salon international du bâtiment. Et nous allons à la rencontre, CIP TV se déplace aussi, comme vous pouvez le voir, nous allons à la rencontre des exposants. Donc j'ai avec moi, c'est Mohamed Ousti. Salam alaikum, Asidi. Donc la société Shereka SGS Plus. Voilà, une société d'outillage. Donc, darnina à la SGS Plus. SGS Tools, كنت دخلوا سلعة من توفيا. أيه. إحنا مو الناس اللي كانوا متلوها في المغرب. هي تركيا وكان متلوها في المغرب. ده هو اللي كاين. شنو الناس اللي يحتاجون بزاف كي مشوا بزاف شنو لي برودوي لي مهمين؟ هذا الشيء كامل المهم، اي حاجه اللي عندنا هنا مهمه، منها الشنيولات والهيلتيات، وعندنا لي برودوي ديال النيتواياج، منها لاباط، ومنها لي تيفلو ديال البلومبي، ومنها لي ديبوش، لي سيليكون، لي لاموس، لي بومب الصباغه، هادو كاملين. والرولوا ديال الصباغه كنتعاملوا مع الدروكريه، كنتعاملوا مع شركات، هادو كاملين. وشنو هو لي زافونتاج باش الناس يجيو عندكم؟ شنو هو البخي لي عندنا الجودة، عندنا حنا سلعتنا هي جودة، شي حاجة كاليتي، ماشي شي حاجة هذاك. حنا كنبنيو كنعتمدوا على الكاليتي، ما كنعتمدوش على شي حاجة عادية، فهمتي؟ من حيت حنا شركة رائدة في هاد السلعة ديالنا في SGS. تبارك الله عليكم سيدي، ميرسي.